كتشوفوا ها انتم الداخل ديالها كيفاش كيجي طالع. لا سلام خوتي خواتاتي كديني لاباس عليكم، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وصحه جيده بس بسميت ان شاء الله ربي يحفظك عليكم. هذا فيديو جديد ليا اليوم، جيت نشارك معكم واحد الكب كيك كيجيو على هذا الشكل. هذا الكب كيك هادو زوينين لوليداتكم الصغار اللي كون حتى نتوما الاعياد الميلاد المناسبات ولا كيتحطوا هاد الكب كيك. هاد الكب كيك فيه واحد الخلطه سحريه، واحد المكون سحري ماشي خلطه سحريه، واحد المكون سحري اللي كيخليهم يجيو بحال هكا هشاشيت وزويونين وغزالين. نتمنى والله ينال اعجابكم، تبعوا الخطوه ديالهم كاملين الله يصلحوا لكم كما كيصلحوا معايا انا. ديما كنوجدهم في الاعياد اي وقت شي مناسبه وداكشي كنوجدهم، المهم كيجيو غزالين ورائعين. المهم نتمنى والله ينال اعجابكم وها نتوما تبعوا الخطوات وشوفوا المقادير وطريقه التحضير وتسناو فيديو اخر جديد وديروا لي لايك. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا كناخذوا اناء كنضيفوا فيه ثلاثه البيضات وكنضيفوا لهم كاس مملوء ديال السنيده، كنطربوهم مزيان بالخلاط اليدوي. الا بغيتوا تخلطوهم بالخلاط الكهربائي كتخلطوهم، انا صافي اكتفيت بالخلاط اليدوي كنخلط به. بغيتوا تسهلوا عليكم وديروا الخلاط الكهربائي كديروا، اول حاجه كنخلطوا البيض والسنيده مزيان 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 حتى كتنسجم لينا العناصر بعضياتها. عاد غنضيف لهم نص كاس ديال الزيت، زيت المائده. صافي كنخلطها مزيان مزيان، عاد كنضيف نص كاس ديال الزيت كيف ما كتلاحظوا هنايا. انا ضفت نص كاس ديال الزيت، عاد غادي نخلطهم حتى هو شويه. عاد غنضيف ليهم هذاك المكون السحري، هو هذا، هذا هو المكون السحري اللي قلت لكم، هو هذا الحليب الشوكولات ديال الدراري الصغار، الحليب ديال الشوكولات اللي كناخذوه من المحلبه ولا هذا كناخذوهم ديال الدراري الصغار الوليدات. هذا كيجي غزال في الكاب كيك ديالنا، هذا الكاب كيك كيجي مختلف والمكون السحري اللي قلت لكم هو هذا، كيجي غزال غزال وكتجي فيه واحد الهشاشه زوينه. وكناخذوا معلقه صغيره مملوءه ديال الكاكاو، الكاكاو المر، معلقه مملوءه صغيره ديال الكاكاو المر حتى هو كنخلطوه، كنخلطوه مزيان مزيان. عاد كنضيفو انا غنضيف ثلاثه الكيسان ديال الدقيق، دقيق ممتاز انا ديجا هنايا مغرب له، كنضيف بنص كاس بنص كاس، ما كنضيفوش كامل، يعني كنضيف نص كاس نص كاس. ونوعيات ديال الدقيق راه كتختلف، تقدروا نتوما ديروا ثلاثه الكيسان، تقدروا ديروا جوج ونص. انا عاد غنضيف هنايا جوج خمارات، جوج شاصيات ديال الخمارات 8 غرام. غندرت الاولى غادا نغرب لها هكايا بالصفايه، عاد غندير الثانيه كذلك غادا نغرب لها. وكما سبقت وقلت لكم نوعيه الدقيق راه كتختلف، تقدروا نتوما تجيكم جوج ونص، جوج كيسان ونصف، تقدر تجيكم ثلاثه. وانا هذا الكب كيك انا بغيتو يكون ليا ثقيل، يعني ثقل من الكيكه واحد شويه، يكون ثقل ليا من الكيكه واحد شويه. انا درته هنا ثقل من الكيكه واحد شويه، حتى نتوما ان شاء الله من تبداو تخدموا ديروه ثقل، يكون ثقل عينيكم ميزانكم وتشوفوا ثقل من الكيكه، يعني تكون الخليط ثقل لينا من الكيك. صافي هنا كنبقى نضيف الدقائق تدريجيا، يعني نص كاس نص كاس، ما كنبقاش ندير هكا ثلاثه الكيسان في دقه واحده ونخلط، يعني كنبقى عيني ميزاني. انا كنضيف نص كاس وانا كنخلط، انا كنضيف نص كاس وانا كنخلط حتى كنحصل على قوام ديال الكب كيك يكون ثقيل واحد شويه. صافي وكنستمر على نفس العمليه حتى كنكملوا الكيسان ثلاثه. انا درت ثلاثه الكيسان وانتم شوفوا على حسب نوعيه الدقيق، وعاد غادي نضيفهم في المول.
كي لاحظتوا هذا هو القوام ديال الكيك، هذا هو القوام اللي كيكون في الكيك، ولكن انا غنضيف هذاك نص كاس الثالث باش غادي يكونوا عندي ثلاثه د الكيسان باش تجيني ثقيله واحد شويه. هانتوما في الاخر غتبان لكم واحد الثقوليه ماشي هي اللي كتكون في الكيك العاديه. يعني ثقيله واحد شويه، كتهزي هذه كتهزيها كتطلع كتهبط لك خط واحد كيف ما كتلاحظوا، كتهبط لي خط واحد. يعني هذا هو القوام اللي حصلت عليه، وهذا هو القوام اللي كي باش كينجح لينا الكيك كاب كيك، كينجح لينا 100% وكيجي فش فش وزوين كيف ما كتلاحظوا هنا. من بعد ما كملتوا في التطراب جا على هذا الشكل. هذا غناخذ واحد الكاسرونه وغندير لها واحد البلاستيكه باش غادي نخوي هاد الكاب كيك ديالي كامل، هاد العجين ديال الكاب كيك كامل في هذيك البلاستيكه باش كتسهل عليا العمليه ملي كنبغي نخويهم في ليمون. ما كنبقاش نهز بالعاجقه مع هذا كيكون شويه خفيف، يعني باش ما تبقاش يقطر ليا في الجناب ديال المول ديالي ولا شي. هانتوما كي كتشوفوا هاد العمليه زوينه زوينه زوينه، ونصحكم ديروها حتى نتوما كيسهل عليكم العمليه تجيكم ساهل. صافي هنا من بعد ما خويت الاناء ديالي في البلاستيكه، صافي غنسد عليها وغنمشي نخويها في ليمون ديال كاب كيك. هاد العمليه زوينه كتسهل عليكم بزاف، احسن بزاف من هذاك العاجق. صافي كتربطي عليها مزيان وكتمشي تخدمي بها، وكتجيك عمليه بزاف، كتقبيها من التحت ديالها وكتبقاي تعمري بها الليمون ديال الكاب كيك. كيف ما لاحظتوا هنا خديت هذه ديال الليمون ديال الكاب كيك، حطيت فيها هاد الكويطات صافي، بديت كنعمر يعني تقبصها من الوسط وبديت كنعمر، من تنبغي نحبس كنحبسها من هكاي صافي، وكنمشي نعمر الاخرى. يعني ما كيبقاش لك طقات لك ما بين الجناب، وهذا هادي كما قلت لكم عمليه بزاف. صافي هنايا غدا نزينها بحبيت الشوكولاتة، كيف ما كتلاحظوا كنبقى نزينها عشوائيه، تزينوها بحبيبات الشوكولا من الفوق يعني عشوائيا هذاك الشيء. ولا بغيتوا تحطوهم قادين كيف ما شفتوا هنا، دخلت الفران مده الفران يعني 20 دقيقه كيف ما كتلاحظوا، واش كيجيو على هذا كتجي غزاله وهشيشه، يعني ما كتاخذش لك الوقت بزاف في الفرن. كما كتلاحظوا هنا حبيباتي حبابي، هذا هو الشكل النهائي ديال الكاب كيك ديالنا، كيجي هائل كيجي غزال تبارك الله، ومن فوق على هذا الشكل هذا مفقع. يعني تبعوا النصائح اللي عطيتكم واستغرت المده الطبخ ديالو ما بين 10 دقائق حتى ربع ساعه، يعني شعلت الفران الفوق والتحت، وهذا هو الشكل الاخير ديالو. ودخلته على درجه 200، يعني ما تخافوش من الكاب كيك دغيا كيطيب لكم في ظرف وجيز، خاصكم تبقاو مقابلينو وكيتنفخ لكم، والحراره اللي كتكون من الفوق لتحت هي اللي كتساعدو باش يتنفخ على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. وان شاء الله غيعجب الوليدات، وخصوصا دابا مع الدخول المدرسي غيبغيه وليداتكم يفطروا به ولا يديوه معاهم، يعني شي حاجه زوينه وحاجه مصوبات على وليداتك. وهاد الكاب كيك كيعجبو الوليدات وكيعجبونا حتى حنا الكبار، المهم كيجيو هائلين ان شاء الله. تجربوا هاد الوصفه وتعطوني لي كومونتيرات زوينين بحالكم، واللي جديد للقناه ديال ابوني فعل الجرس باش يوصلوا جميع الجديد ديالي، غنحل معاكم وحده باش تشوفوا الداخل ديالها. كما كتلاحظوا هنا انا حليت وحده، يعني كما كتشوفوا ها انتم الداخل ديالها كيفاش كيجي طايب ومفشفش ورطب، حتى البنة ديالها ما نعاودش ليكم، يا سلام عليها. تا كنصور بيد وكنخلي يد، يعني كتجي روعة 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 روعة. شوفوا الداخل ديالها، هذا التحت ديالها شي كي كتجي طايبة وكتجي مفشفشة وزوينة. نتمنى من الله
تجربوا هاد الوصفه وتنال اعجابكم. تسناوني فيديو اخر ان شاء الله جديد.